ارتفاع الأملاح بشط العرب وقلة الإطلاقات في شط العرب نتيجة ارتفاع الأملاح نتيجة قلة الإطلاقات. تناولنا المشاريع اللي تم إدراجها من خلال المناقصات في سنة 19 وين وصل بها مثل ما نقول الإنتاج والإنجاز بها من المشاريع اللي أنجزت. محطة محلة اللي كانت من مشاريع سنة 19 والحمد لله هي عاملة الآن وتغطي لنا جزء كبير من أبو الخصيب. عندنا المراشنة اللي موجودة على كثير مائية وحسب ما عرفنا أنه الموضوع هو تجاوز على القناة لغرض سقي بعض الأراضي القريبة وتجاوزت الموارد المائية بحيث ما أثر حتى على الكميات المجهزة للمشروع الار زيرو مشروع العباس. ويقولون انه هذا الموضوع يعني يتكرر دائما لكنه هذه المره تم تسليط الضوء والاعلام عليه لكنه موضوع عادي ويتكرر اكثر من مره عندهم متكرر هذا الموضوع. بالنسبه للمياه العذبه اللي جاي توصل حاليا الى دور السكنين او البصره، اكو مناطق لحد الان اكو توصلها مياه مالحه حتى هذه، يعني كم نسبة الوصول للعذبة والمالحة؟ يعني هذه تعتمد على الشبكة و